مساء الخير عليكم طلبتنا الأعزاء، وصلنا معكم للجزء الثاني من المحاضرة الأولى من دورة الطبيعيات الطبية اللي يلقيها محدثكم الأستاذ مختار عبد الوهاب باختصاص مايكروبيولوجي. وصلنا في الجزء الثاني من هذه المحاضرة هي لتقسيم الطفيليات تبعا لطبيعة معيشتها. احنا بالمحاضرة الأولى أخذنا نبذة تاريخية عن الجزء الأول من المحاضرة هذه، أخذنا نبذة تعريفية عن الطفيلي والتطفل ونبذة تاريخية، وعرفنا شنو هي قوة الطفيلي، شنو هي التطفل، شنو الفرق بيناتهم، وأخذنا أنواع الطفيليات وأخذنا أنواع المضاعف مالتها. اليوم راح تتقسم هاي الطفيليات على حساب معيشتها. عندنا طفيليات إجبارية وطفيليات اختيارية شرحناها الباب. وصلنا وياكم إلى النقطة الثالثة هي الطفيلي العرضي أسيدينتال. تمام؟ أسيدينتال او الغير المعتاد السهوله. هذا شنو؟ هذا مميزاته. هذا الطفيلي يظهر احيانا، يظهر هذا الطفيلي احيانا فيغير المضيف الطبيعي له. تمام، يسوي تغيير للمضيف اللي يوجد فيه هذا الطفيلي. هذا الطفيلي الرابع او المصطلح الرابع العفو، الطفيلي التائه او الضال، واندرينج باراسايت، هو الطفيل الذي يظهر في أماكن غير معتادة في مضيفة، أو الطفيل الذي يظل طريقه، يعني يتيه طريقه. مثل شنو مثال هذا أستاذ؟ وضح لي هذا، شنو هذا الطفيل الضال أو التائه؟ هذا مثال الأنتاميبا هيسترايتيكا، مثال طفيل الأنتاميبا هيسترايتيكا. المكان مالت المعتاد هو وين؟ مكانها المعتاد هو الأمعاء أو بالأنسجة، في الأمعاء بالأنسجة. تمام؟ هذا الطفيلي يصيب له القدرة على إصابة، يعني ينتقل خلال الدورة الدموية العفو الغير أماكن، يعني يروح لغير أماكن غير معتادة، يعني مو مكان الأصل، هو مكان الإصابة مالت الأصل وين؟ بالأمعاء، بالأنسجة المغطية، يقوم بمهاجمتها حتى يتغذى على كرات الدم الحمراء. وين؟ بالأمعاء. هذا شنو؟ مكان التواجد مالته الرئيسي. تمام؟ المعتاد. خلال الدورة الدموية ينتقل هذا الطفيلي إلى أماكن غير معتادة كالدماغ والكبد، واضح؟ وهاي أماكن غير معتادة للطفيلي، من تسمع بيها هاي غير معتادة، يعني هاي مو أماكن، مو مكان تواجده الأصلي. لذلك هذا الطفيلي شي يصيحوله مثل هيش طفيلي يصيحوله بالطفيلي التائه أو الضال، wandering parasite. إذا نرجع تعريفه، هو الطفيلي الذي يظهر في أماكن غير معتادة في مضيفة، أو الطفيلي الذي يظل طريقه، يعني بمعنى يتيه طريقه، يعني هو مو بالأمعاء يصيب، بعدين راح وين؟ راح لغير مكان، يعني تيه مكان. شلون نقول شخص يدور على مكان، مثل هو شلون نقول مثلا نمثل على سبيل المثال قاعة، مثلا أنا يوم راح أروح للقاعة، القاعة شو اسمها القاعة؟ نقول اسمها قاعة الملوك أو أي شيء. أنا عندي مكانها يوميا أروح بيها، ثاني يوم اجيت شفتني انا مو بهاي القاعه، انت شنو؟ تفاجئت. اذا انا شنو؟ طليت طريقي، تيهت، رحت لغير قاعه. انت متعود علي، وين تلقاني دائما يوميا؟ تلقاني بقاعه الملوك. واضح؟ هسه وضحت الفكره مال مصطلح الطفيلي الضال او التائه. مثال الانتاميبا هيسترايتيكا اللي هي اماكن تواجدها الرئيسي وين تكون؟ بالامعاء الدقيقه او بالامعاء الغليظه العفو. هاي خلال الدورة الدموية تنتقل إلى أماكن غير معتادة كالدماغ والكبد وأماكن أخرى من الجسم. هذا مثل هيش طفيلي يصيحوا له بالطفيل الضال أو التائه. المصطلح الخامس، الطفيلي الممرض باثوجيني، هو الطفيلي الذي يسبب أذى للمضيف نتيجة لفعاليته الآلية أو السمية. تمام؟ وتطور هذا الأذى يدعى بالأمراض باثوجينيسيس. تعتمد درجة الأذى، ركز لهنا، للمريض والامراضيه على عوامل مختلفه، مثل شنو هاي العوامل؟ الطاقه الكامنه العدائيه للطفيلي، هاي يعتمد عليها هاي الطفيلي. يعني مثل يا طفيلي، نفترض يعني هذا الطفيلي يكون ممرض مثل الجيراني الامبليه، واضح؟ هذا موجود بالامعاء الدقيقه، هذا من خلال فعاليته الآلية ممكن يسبب شنو؟ غازات، ويسبب إسهال ودياريا. أيضا ينطبق هذا المثال على الأنتميبا هيسترايتيكا، نفس الحالة. هاي الطفيلة شنو؟
الانتبيوتس لاجيكال موجوده بالامعاء الغليظه بالانسجاماتها، هذا الطفيله حتى يتغذى، والطفيله يعني ما يتغذى الانتبيوتس لاجيكال يتغذى على كريات الدم الحمراء كلها، فهذا حتى يريد كريات الدم الحمراء شو يسوي؟ يروح يسوي خدوش بالانسجه مال الامعاء، يعني يسوي اتش هاجمه يسوي خدوش فيه في سبيل شنو تشقق وتطلع الكرات تطلع اللي يطلع الدم، يعني تطلع كرات الدم الحمراء حتى شنو بالتالي يمتصها وياخذها ويتغذى عليها. واضح؟ هسه وضح الطفيل الموضوع شنو معناته؟ الطفيل الكاذب او الغريب هو بروزاي. أحسنت يا. وهو الطفيل الذي يمر خلال القناة الهضمية دون أن يصيب الإنسان. يعني عندنا بعض الطفيليات هي تتواجد وين أو تمر خلال القناة الهضمية بس هي مصيب يعني مصيب إصابة الإنسان مصيب خلال الإنسان. واضح؟ هاي فهاي مثل هيش طفيليات يسمونها الطفيل الكاذب أو الغريب. عندنا مصطلح السابع ويانا اليوم هو السيمبتومز، هي مظاهر العمليات المرضية الناتجة من تأثير الطفيلة على مضيفة. مثل شنو هاي؟ يعني هاي أعراض أو تأثيرات مثل الدياريا يعني الإسهال التقيؤ، هاي من نشوف شيء أعراض يصحوها بالسيمبتومز، يعني مظاهر العمليات المرضية اللي ناتجة من أنت مشون أنت شلون راح تحس بأن الطفيلة هنا الطفيلة بأوج نشاطها بانتظار هاي الأعراض تتأكد بأن الطفيل صار ممرض، من تشوف الشخص المصاب هذا من تشوف الشخص المصاب يعطيك أعراض مثل فقدان شهية إسهال تقيؤ دوران غثيان، هذا كله معناته هنا من تشوف هاي الأعراض هنا تحكم بأن الطفيل بأوج نشاطه، يعني سخر كل آلياته، هنا الطفيل صار أشد أمراضية. واضح؟ أما المصطلح الثامن هو يعني هو الأمراض المشتركة، أكيد إن شاء الله بالنسبة للشهد راح نوصل لكل طفيلي أكيد، وهاي وقتها تصير هاي نفس العافية أحسنت طارت لنا سؤال، إذا سألك سؤال هسه أقول لك هاي الأعراض وقتها تظهر؟ تظهر بيا طور، تظهر بالطور النشط بعض الطفيليات يا طفيلي على الطفيليات اللي تجي تجي راجع الأنفيليا وغيرها، لأن هاي الأعراض تظهر وقتش من يكون أطوال الترومبوسايت، تظهر هاي الأعراض يعني معناته الطفيل بأوج نشاطه اللي يقوم بالنمو والتكاثر والانقسام الثنائي إلى تبعا إلى بما يتكاثر هو بيا طريقة. هسه نجي إلى المصطلح الثامن قلنا الزونسيس، هي الأمراض التي تنتقل طبيعيا بين الحيوانات الفقرية، يعني مرض ينتقل من حيوان إلى حيوان. شو مثل عندنا مثل شلون على سبيل المثال يقول فيروس كورونا صح التعبير المثال، مو انا مثلا اليوم انا مصاب انقل لك اذا جيت انت سليم اذا جيت يمي او تلامست وياي، فهذا المقصود به الامراض المشتركه يعني تنتقل هاي ينتقل من حيوان لاخر. اما علم الوبائيه هو دراسه مرض او مشكله صحيه ذات طابع عام في مجموعه سكانيه ضمن حدود جغرافيه معينه تهدف لمعرفه الظروف التي تعمل على سبب المرض ومستمرها. من المثال اعطيك مثال على هاي الحاله، الكوليرا دائما بنشوفها منتشره بالعراق، الكوليرا اذا شفتوها منتشره بغير البلد تظن هي هاي صح، الكوليرا من المعيب نقول احنا نشرت تنتج بحد الان موجوده بالعراق، لان هاي الباقي الدول قضت عليها، يعني هاي شلون نقول مشكلة صحية ما تعدنا هنا، لأن هاي من قديم الزمان هاي الكليرة صارت، لأن هاي حتى اللي قالوا عدوية وعرفوا شلون يعالجوها وصار، لكن إحنا تعرفون ما يحتاج نسولف. فالكليرة دا نشوفها حال دائما وين موجودة تنتشر عندنا إحنا بالمناطق الجنوبية أو المفترض الشمالية، يعني هاي وين متوطنة بس نقول بلد العراق، وهاي السحولة بالشنو بالعلم الوبائية. يدرسوه وين في مجموعة سكانية أو منطقة جغرافية، يعني دائما نشوف المرض موجود بسهولة بالعلم الوبائي. نفس الحالة ينطبق هذا المثال على المرض المتوطن،
هو توقي المرض في منطقة بصورة مستمرة. نفس المثال ينطبق هنا. نعم، لأن حيوان الإنسان يقدر من الإنسان. مرض متوقن إندميك هو توقن مرض في منطقة بصورة مستمرة وزيادة تفشيه وانتشاره. يدعى بالهايبر نيديبو. بينما انتشار أي مرض في منطقة لم يكن معروفا بها. نفس الحالة، نفس مثال سأقول شوي عن طب المثال على الكوليرا. نفس الحالة شوفها دائما وين منشور الكوليرا، وين تلقاه دائما بين فترة وفترة تسمع بالقنوات الإعلامية تلقى الكوليرا موجود مثل بالعراق منتشر عادلنا الكوليرا. وأنا قلت لكم وضحتكم المفروض هذا المرض يعني راح، يعني هذا اقتصاد قديم الزمان هذا المرض، لكن احنا سوء قلة الوعي عندنا عند الشعب وعدم استخدام الأمور الصحية بشكل جيد والممارسات الطبية وغيرها، نشوف دائما احنا عندنا دائما يصير عندنا هذا التلوث ودائما يصير عندنا هذا المرض. طبعا هذا المرض ينتقل عن طريق شنو؟ ينتقل عن طريق المياه الملوثة، يعني مثلا عن طريق الأنهار، عن طريق البرك. وهاي مثلا شلون نقول بالمستشفيات، يعني بالمستشفى يخدم الأدوات اللي يتعالجوا بها المريض، وين لفها بشيس وين حاطها؟ حاطها بال تقامون بالحرف. هذا ما راح حرق، يعني ما راح يعني لفها بالحرف، راح وين؟ شلون هذا بهوين بالنهار. هاي حقيقة الأمر، هاي الأدوات فيها دائما موجودة فيها بكتيريا، أنواع عديدة من طبعا الكوليرا هي بكتيريا طلاب، بكتيريا واضح؟ يسمحوا لها فايبرو كوليرا يسبب المرض. طبعا نمط المصدر او 157 تسبب المرض الكوليرا، يعني تشد. فنرجع للمهم، فهذا وين يذبون بالنار؟ هاي فيها انواع عديده من البكتيريا، مثل السيدوموناس، الفايبرو كوليرا، الايكولاي، غيرها من غيرها من البكتيريا المضاديه. فتروح وينها؟ عن طريق النهر. اذا جت المستهلك سبحت بالنهر او اخذت هذا الماء راح تستهلكته، غسلت فيه اطباق او اي شيء، غسلت فيه ملابس او اي كان، اجيت انت اخذته، هو هذا الملوث ببكتيريا، فانتقلت لك هاي البكتيريا سببت لك الماضي صار المرض وانتشر. فانت شنو صرت مصاب؟ راح تروح يم شخص تصافح وياه وتتلامس وياه، راح ينتقل اليه. لذلك راح يساعدنا وباء متوطن في منطقه معينه دائما ينتشر. أتمنى عرفنا شنو مرض المتوطن وشنو علم الوبائية. أود ننتقل إلى نعم، هي سحب مضمات الكليرا، هي الفايبرو كليرا عليك مضمات الكليرا. طبعاً هي مرضيتها كلش خطيرة حسب الدراسة بشكل مستمر. طبعاً هاي يقول لك العلاج مالتها بالإنهاء الفموي، يعني ينطو حدا أتذكره بأنك علاح ينطو للمريض أما عن طريق الوريد أو عن طريق الماء يسحب الماء الفموي. أنا مشون يعالج الفقدان السوائل، ممكن ملح وكربون الصوديوم وشنو راح يعني راح خط اختار اقوال يسوي، يعني العلاج مالته يقول لك خاف سنتك هاي الحاله تقدر تلحق على المريض، يعني من فقد السوائل تسوي له هاي الخلطه وتعالج. هسه ننتقل الى طرق انتقال الطفيليات الى الانسان، ميد اوبرسايتس ترانسيشن تو مام. طبعا تنتقل الاصابه الى الانسان بعده طرق. خاف اقول لك ما هي طرق الانتقال الطفيليات الى الانسان، فتقول لي اولا عن طريق الفم، وعندك ثانيا عندك عن طريق الفم مثل شنو؟ مثل عن طريق الماء وطعام الغراز الشخص المصاب كما هي الحال، وين؟ في اميبا النسيج. اثنين الماء وطعام الملوث بغراز الحيوان مثل مثالها دودة الاكياس العذرية او العذرية العفو. هنا بس حطوا ذا العذرية والقرب المهدد. عن طريق حق المخرج مثل عندنا منو هاي؟ عندنا الاطفال هو قلة وعي عنده ما يعرف، فمن يحك المخرج
الأصابيع هذا تعرفون تو عندنا بعض الطفيات الدولة الدبوسية موجودة وين هاي؟ موجودة بالأطفال على طول فتحة الشرج، تمام؟ هذا الطفل من يجي هنا مثل عبث هنا، فوين راح ينتقل؟ ينتقل عن طريق أصابيعه، وتعرفون الطفل ما عنده وعي، يجي حاطها بفمه، فانتقل هذا الطفيلي وسح يسبب لنا أمراضية بعد عن طريق تلوث الأصابع بفضلات الحيوان، مثالها دودة الأكياس العذرية. 5 يقول لك أخذ التربة الملوثة ببراز الشخص المصاب، مثالها طفيل الصفر الخراطي. 6 أخذ التربة الملوثة ببراز الحيوان المصاب، مثالها طفيل السقمية الكليبية الكلبية العفو اللي هو التوكسوكارك كانيس. و7 عندنا تناول الطعام المصاب، مثاله في دولة البقر الشريطية. طبعا دولة البقر الشريطية موجودة مرات عن طريق أجلكم الله ذا ياكم لحوم الخنازير، تنتقل هاي رقاقة تنتقل عن طريق أو بيوها تنتقل عن طريق هذا اللحم. هاي الدولة مو فقط بالبقرة، إنما دولة أخرى أيضا هي من صنفها موجودة وين؟ بالخنزير، تنتقل عن طريق أكل لحوم الخنازير. عندنا الطريق الثاني تنتقل من الطفيلات هو من هو؟ طريق الجلد. سأعرف شنو عن طريق شنو أول شيء. هسه شنو أخذنا بالبداية؟ عن طريق الفم. النوع الثاني عن طريق شنو تنتقل لنا الانتقال الثاني؟ عن طريق الجلد. يقول لك مباشرة باختراق الطفيلة جلد الإنسان كما تفعل المذنبات الشقية الدموية اللي هي بلود فلوك اللي هي جماعة الشيستوستوم. شيستوستوم كباتولوم شيستوستوم جوباني كوستوستوم سوني إن شاء الله هاي راح ناخذها بالمحاضرات القادمة. إذا أول عندي أول طريق هو مباشرة باختراق الطفيلة جلد الإنسان كما تفعل المذنبات الشقية الدموية أو بعض الشقيات الحيوانية. مثال على هذه الحالة مثل الشيستوما. الانتقال الثاني عن طريق الجلد شنو؟ واصل التربة الملوثة ببراز الشخص المصاب، مثال هالديدان الشخصية. الانتقال الثالث عن طريق الجلد هو بواسطة التربة الملوثة ببراز الحيوان كما هو الحال في دودة القطط الشخصية. هي الانكليستوما براسلينيس الاي معناته انكليستوما. الكليستوم هاي اختصار للكليستوم، وايضا دول الكلاب الشخصيه الكليستوما كانيوم. بواسطه التماس، طبعا الطريق الرابع عن طريق الجلد هو بواسطه التماس مع الشخص المصاب كما هو الحال في حلب الجرب واضح والقميل. وعندنا الانتقال الثالث ليس شخدنا خدنا عن طريق شنو نرجع أو مثل سوء بشكل أساسي شلون تنتقل الطفيلات عن طريق الفم وعرفنا شلون، عن طريق الجلد عرفنا شلون، هسه ثالثا عن طريق شنو؟ عن طريق الاتصال الجنسي. مثل يا طفيلات تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، يقول لك كما هو الحال في المشعرات المهبلية ترايكومونوس فاجيناليس. هاي طفيلي ممرض هذا موجود في الذكور والإناث، ينتقل بشكل كبير عن طريق الاتصال الجنسي واضح، وعن طريق استنشاق الهواء كما هو الحال في الدولة الدبوسية. وعندك بعد عن طريق المشيمة هي تنتقل عدوى الطفيلات من الأم إلى جنينها كما هو الحال في المقوسات التوكسوبلازما. هنا نسى شنو؟ انتهينا من طرق الانتقال شلون تنتقل الطفيليات الى الانسان او الى المضيف. هسه ما هي مصادر التعرض للاصابه بالطفيليات؟ انت مغني اساسيات لازم تفهمها قبل الدخول بالموضوع الطفيليات على كل طفيلي وشو حكي، لازم تعرف شلون ينتقل كل طفيلي وشلون يصير الاصابه بيه. هسه مصادر الاصابه بالطفيليات هي عن طريق التربه والمياه الملوثه، تمام، الطعام والخضروات. طبعا التربة والمياه الملوثة مثل شنو؟ الحاوية على بيوض والأطوار المتكيسة لبعض الطفيلات مثل الأنكليستوما والأميبا لحالة النسيج.
وعندك ثاني الطعام والخضروات الملوثة، هي تلك الأطعمة والخضروات الملوثة باليوض أو يرقات مع ذو الطفيليات مثل الجرادية والديدان الشريطية. وتتعرفون أنتو يعني الأدوار المتكيسة من طفيلية الجرادية أو الديدان الشريطية مثل يرقاتها أو بيوضها، تطرحها وين؟ للبيئة الخارجية. تطرح وين؟ للبيئة الخارجية. هاي البيئة الخارجية مثل بالتربة أو بالماء. أنت جيت على سبيل المثال نقول بالنسبة لمن؟ بالنسبة لطفيلة الجرادية، هو الطفيلة الجرادية من يكون خارج الجسم شو يكون؟ يكون بالطور المتكيس للسيست. نقول بالماء، أنت جيت غسلت الخضروات بالماء بس ما تقدر أنت هذا الماء ملوث بأكياس أو بالطور المتكيس لطفيلة الجرادية، وصار بالخضروات صار بالأطوار المتكيسة، يعني جيت أنت غسلته وكلته، كلت هاي الخضروات. فشنو صار التينام داخلك؟ صار داخلك الطور المتكيس لطفيلة الجرادية او البيوض التابعة لطفيلة الديدان الشريطية، بالتالي هنا شنو؟ راح تتحرر من التكيس مالتين او اليرقة تتحرر وراح تنمو وتنقسم وتتكاثر وتسبب لك الاراضية والعدوى. نعم. وعندك ثالثا بالتماس مع الحيوانات، عفوا مع الحيوانات، مثل يا سؤال يا مثل شنو هذا؟ اسألك لكم سؤال، هذا عند الطفيلة ينتقل عن طريق التماس مع الحيوانات، يا هو شو اسم الطفيلة ينتقل عن طريق الحيوان؟ عافية احسنت، توكسوبلازما كونداي، هذا ينتقل عن طريق عافية احسنت، ينتقل عن طريق التماس مع الحيوانات اللي خاصة القطط. عندكم طفيلة توكسوبلازما جوانداي وهذا كلش خطير ويسبب إجهاض عند النساء، ونشرت لكم عنه فد معلومات بسيطة في القناة. طبعا الطفيلة ما راح أتطرق له، ما تكون دورة طويلة، بس قدرون تقولوا القناة وانشوا. تمام. استعمال أدوات الغير، يعني شو المقصود به؟ يعني شخص سليم، أنا سليم اليوم، شهادة سليمة، احنا ما الحمد لله ما عبينا اي مرض، واضح؟ احنا ما بينا اي شيء، احنا اصحاء. رحنا على صديقنا مصاب مريض مع بحث الطفيليات، استخدمنا ادوات قد تكون المنشفه مالته او الجهاز او اي شيء هو ممتلك خاص به، تمام؟ هو كان بتلامس معه، اجيت انا استخدمته بس انا ما ادري اخذت الاطوار المعديه مال هذا الطفيلي، يعني هو نقل الاصابه. فهذا المقصود بالاستعمال ادوات غير، يعني هاي الادوات هي تحتوي على الطفيلة، يعني هو شخص مصاب، هو شخص مصاب وده يستخدمه، فاكيد هنا منتقلات بالادوات الخاصه به. اجيت انا السليم وخذت هاي الادوات واستخدمتها للاستخدام الشخصي، فبالتالي راح تنتقل لهاي العدوى الي ويسبب لي المرض واصير انا ايضا مصاب. واضح ان شاء الله؟ ما عندكم شيء ان شاء الله؟ واضح لحد الان؟ يلا هسه وصلنا لموضوع الاطوار المعديه للطفيليات. هنا راح نبدي ان شاء الله من وجاي راح ندخل بالطفيليات. الاطوار المعديه للطفيليات، عندك اول طور معدي للطفيلي هو البيضه، مثل يو نوع من الطفيليات اللي تكون بيضها طور معدي، مثل شنو؟ مثل ديدان البلهرازيه تكون بيوضها طور معدي وتسبب شنو؟ الأمراضية مثل الشستوما نفس ما تفضلت هدى. واضح؟ اثنين اليرقة، مرات اليرقة تكون هي طور معدي مثل يا طفيليات الديدان الشصية اللي توجد في التربة أو ديدان البلهرازي أيضا شستوما اللي موجود في الماء او اليرقات الموجوده في دم المضيف مثل الديدان الفلاريه. واضح؟ هذا نوع من انواع الديدان الفلاريه، هذا يسبب تضخم، مرض الفيل، تضخم الفيل يسوي الرجل يعني كلش ضخمه يخليه. واضح؟ بعد عندنا التكيس السيست الكيس، مثل يو نوع من الطفيليات تكون السيست ما تطور معدي، عندك الانتبيبة الاستلايتك احسنتم، عندك الانتبيبة
كولاي الكوليات الجيرات الأنبلية أيضا واضح عندنا طفيلات عديدة تكون الطور السيست مالتها هو طور المعدة هو الانفكتف ستيت. رابعا يقول لك الأطوار المتغذية أو النشطة تكون بعض الأطوار النشطة أو المتغذية مصيبة للإنسان كما هو الحال في الأميبا الحالة النسيج. إذا سؤال هنا أنا يطرح نفسه لكم، هل في طفيليات يكون فيها فقط طور واحد طور معدي أم لا؟ أحسنت. مثل يا طفيل انطوني مثال له. أحسنت زهور، عافية عليك بالضبط، أحسنت. عافية. إذا مثل تايكوموناس فاجايناليس هذا يكون دورة حياة طور واحد تكون بس، هو يكون طور تشخيصي وهو يكون طور معدي. أحسنت. بعد عندنا شنو زين أيضا سؤال ثاني، هل بإمكان الطفيلي يكون في أطوار في طوريه في دورة حياته يكون معد يعني أول هذا الطور مات الطورين ذني ملاته يكون الممرضات مثل يا هو؟ نعم نقول التوكسوبلازم. أريد بعد واحد أقوى. كل ساعة عيدة هو سهل مطلوب بالمحاضرة كل ساعة عيدة. أحسنت يا طبيب السلايت. طور التروفوزايت هو مرات يكون طور تشخيص طور تشخيص وطور معدي، نفس الحالة بالنسبة للسيست هو طور تشخيص وطور معدي. واضح؟ إذا مثال هل أنت بيبه سلايتك دورة حياة الطور أنتم سيست وتروفوزايت واضح؟ فهو طور التروفوزايت مرة يكون معدي ومرة يكون تشخيص، نفس الحالة بالنسبة للسيست مالته هو مرات طور معدي وطور تشخيص. مفهوم ان شاء الله. يلا هسه وصلنا وياكم الى التسميه العلميه والتصنيف. هنا انا اريدك تخلي كل ذهنك يمي، واضح كل ذهنك يمي نظام التسميه العلميه والتصنيف اللي هو النوبل كلتشر اند كلاسيفيكيشن. تصنف الطفيلات حسب نظام التسمية الثنائية الذي يا عالم وجد كارل ليناوس في سنة 1758. هنا أنا ما راح أهتم لك بالشكل، راح أشرح لك إياه أنا متفهم، ما راح أشرح لك إياه اللي يوصل لذهنك، هذا ما لك شغل بي، بس لا تباوع له، هيك بس تفكر بس تحط ذهنك يا مشعل. طلاب الاسم العلمي لكل طفيلي، أنا حتى أكتب اسم علمي للطفيلي بشكل مضبوط بشكل صحيح. الاسم الطفيلي ما يتكون من نوعين، اسم الجنس واسم النوع. عيد الاسم العلمي لكل طفيلي يتكون عند بعض الطفيليات ما يتكون من اسم جنس ونوع. الاسم الجنس دائما يبدا البدايه مالته اول حرف اكتب حرف كابيتال، بدايه الاسم الجنس اول حرف من عندك اكتب بحرف كابيتال واضح، والباقي كتبه بحرف سمول حتى النوع. بس انا اهم شيء اخلي اسم الجنس بدايه الحرف البي اخليه كابيتال، والباقي اكتب باقي الاسم شنو بالحروف السمول، واحط وراء اسم النوع. اذا الاسم العلمي شلون يبدي باسم الجنس بالبدايه، يبدا بحرف كابيتال وينتهي باسم النوع ايضا بالحروف الصغيره. مثال خليني اعطيك مثال انت ما راح تفهم. هذا المثال شوفوا الصوره ظهرت عندكم، ظهرت الصوره عندكم، بس راح نجي واحده واحده. نعم صار. شوفوا الصوره هاي ظهرت اني هسه مثل الاسم العلمي لطفيل الشيستوما هيماتوبيوم. شوف ايش بادي اول شيء باسم النوع، عفوا باسم الجنس، شوفوا اسم الجنس بادي بها حرف كابيتال كبير اللي هو الاس،
النوبة كان مكمل باقي الاسم بالحروف الصغيرة. النوبة ايش حاط ورا؟ حاط اسم النوع ايضا بالحروف الصغيرة. كمل. ضروري مع مراعاة وضع خط تحت الاسم الجنس واسم النوع. ضروري جدا ومهم ومن القاعدة الرئيسية هاي في كتابة الاسم العلمي. اذا شين تكتب خط ايدك لازم تكتب بهذا الشكل، يبدي باسم الجنس اللي يكون بداية الكلام، بداية الحرف ما تجي يكون بشكل كابتل، وباقي الحروف تكتب سمول. ورا اسم الجنس يكتب اسم النوع ومع مراعاة وضع خط تحت اسم الجنس والنوع. هاي في حال كنت تكتب كتابة ايدك، يعني تكتب بالورقة بيدك. في حال كنت تكتب انت عن طريق الحاسبة، واضح؟ فش تسوي؟ تخلي بالخط المائل، تلتزم بنفس القواعد. بالبداية شذكر باول على باول على المحاضرة، شوف ده شلك السان باول على المحاضرة. مثل عندك هذا المثال، بس أنا قربت لك عليه، كلش قربت لك عليه. شوفوا هذا الاسكاركس، الاسكاركس لامبر كودس. شوفوا هذا ليش لكم عليه الاسكاركس، الاسكاركس لامبر كودس. شوفوا هو عش بده باسم الجنس. الجنس شنو؟ الاسكاركس. إيش بده بالبداية؟ حرف كابتل. النوبة باقي الحروف شنو كتبهن؟ سمول. كمل. إجا حط وراء، حط اسم النوع. اسم النوع شنو؟ نمبر كودس. كتبه كله بالحروف الصغيرة يعني السمول. شوفوا. لكن هنا ليش باقي خط؟ لأن هنا هو كتابة حاسبة، واضح؟ يعني كتابه بال شلون نقول عن طريق الويندوز، عن طريق مثلا يكتب ملزمة أو يكتب شيء. لكن هنا الخطوة المهمة، أنا من أكتب عن طريق الحاسبة أو من أكتب عن طريق النظام لازم أخليه بالشكل المائل، واضح؟ باعوا، شوفوا طلاب باعوا، يشوفون الخط مالته شلون، الاسم مائل، باعوا ماخذ شكل ميلان، ماخذ شكل ميلان، باعوا. واضح هسه؟ هاي القاعدة الثانية بكتابة الاسم العلمي. هسه تلاحظون باشو هنا، شوف هاي العلامة، شوفوا سويها مائل. ليش؟ هذا اسم علمي، لأن هذا إذا ما تكتب هيك هذا حتى بحثك العلمي يكون خطأ، ما يعترف. أتمنى تبحث البحث. هاي هي طريقة كتابة الاسم العلمي عن الطفيليات الطبية، واضح؟ إذا أعيد لكم إياها القواعد. القاعدة الأولى، أول حتى أكتب باسم علمي بشكل مضبوط صحيح، أبدأ باسم الجنس. بداية الاسم الجنس يكون حرف كابتل نوبة باقي الحروف سمول. ورا اسم الجنس أكتب اسم النوع أيضا بالحروف الصغيرة. إذا كنت أنا أكتب خط يدي، أحط ورا، أحط تحت كل اسم خط، واضح؟ خط. وما يصير هذا الخط أجر على طول الاسم، لا، مثل هنا مثال، انتبه لي راح أعيد لك، انتبه لي مثلا هنا، شوفوا لي كبرة الصورة على الاسكاركس، على اسم الاسكاركس. صار يمكن واضح اسم الاسكاركس؟ باع. شوف هسه انا راح العب بالاعدادات، راح اوخر هذا الشيء. هسه شو نسوي؟ نسوي مائل. خليها تطول المحاضرة، لان هذا شيء مهم. هلا باع. شوفوا هسه شنو؟ بحالة طبيعية، يعني لا مائل ولا هاي. انا هسه شنو؟ حاسبة، انا بدي اكتب بالحاسبة. كملت هسه انا شو سويت؟ اجيت هسه انا كتبت سكارس. شوف الحرف الاول شنو مالتها؟ كابتل. باقي الحروف شنو؟ سمول. حتى النوع، اسم النوع ايضا سمول. كملت كتابتهم بشكل مضبوط. بعد شنو؟ بما ان انا حاسبه اكتب بالحاسبه، شو اخلي؟ اخلي الاسم النوع، اسم الجنس واسم النوع بالخط المائل. باعوا، شوف شلون راح يصير، راح يتغير الشكل مال. طب تشوفون شلون تغيرت؟ تغير، صار شنو؟ مائل. ليش؟ لان انا بدي اكتب بمين؟ بالحاسب. وضحت هسه؟ تضحت الصورة. كلام بس جواب. كتابة الخط، كتابة الخط ما
القائد، هاي نفس اللي ما بنقول حضور التقاعد، مو ضروري إذا تكون تكتب يعني بيننا، يعني إذا تكون تكتب بيننا نكتب بس فقط من تحت الاسم جينيوس وسبيشيوس، مو صحيح؟ صحيح، بس إذا كنت بحث علمي كنت فيها وين وكله بالمال بالبحث العلمي. إيه بس إذا تخط إيد تكتبها مثلاً ما إذا خط إيد أيضاً تقدرين تسوي بشكل مائل وتقدرين تكتبين بال تخلين خط تحت كل اسم. هذا. هسه انتهينا من هاي ال وضحت الصورة العفو لهاي الفكرة بالنسبة لا تشين حاسبة. هسه أنا نقول أنا مو حاسبة، أنا أكتب طبيعي هسه بخط إيدي. انا بدي اكتب على ورقه او بدي اكتب بالبحث خط ايدي. هسه انا طبيعي كملت اول قاعده ايش قلنا، اكتب اسم الجنس يبدا بحرف كابيتال، سويت النوع بباقي الحروف شنو اسم سمول، ورا اسم الجنس يجي اسم النوع، كتبت اسم النوع ايضا كله يكون حرف سمول، اسم النوع كله يبدا بالحرف السمول. كملت وما اني انا بدي اكتب بيمن بدي اكتب مو طابعه بدي اكتب بيدي، اخلي ورق اخلي جوا كل اسم منهن خط. أنا متميز أباعه انتبهوا بعض التغيرات، شوف باعه صار خط جوا، على اسم الجنس شوف اسم الجنس صار جوا خط، النوبة يجي الاسم النوع أيضا أخلي تحته خط. أنا مودي أبين للقارئ يعني للباحث الثاني اللي يقرأ بحثي يعني هذا يبين آني كتابة للاسم صحيح وأنا فعلا باحث وجاي أدرس. واضح تشوفوا شلون صار تضحط الصورة، صار واضح هسه إن شاء الله. هسه راح أعطيكم مثال عملي على كتابة اسم الجنس. شوفوا هذا إيش راح يسوي بعض. انتبهوا لهذا الفيديو. هذا شخص راح يكتب اسم الاسم العلمي المن للانتميبه سرايتك. ركزوا وياه، ظاهر عندكم الفيديو، شوفوا بعض شوفوا بعض يكتب اسم الانتميبه، هذا خط ايد، هاي النقطه اللي حطها لا تلتزم بها، هاي شيء هاي شوف ضعوا حط خط شنو جوا كل اسم، واضح؟ هاي عدتك اياه مرة ثانية اللي ما طلعت لهم الصورة. تشوفون كتب اسم الجنس بالبداية، النوع راح يكتب اسم النوع وراح يخلي خط تحت كل اسم. وضحت الساعة يا طلاب؟ وضحت هسه الصورة؟ راح انزلها هسه بالقناة التليجرام ان شاء الله. طبعا ولهنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان معكم الاستاذ كمال حمد.